أحبكم ورب الله يحفظكم. والتي تأتي في إطار حرصنا المستمر على التشاور والتبادل وتبادل الرأي والتفاهم حول صورة الكلمة اقتصادية وثقافية تقليديا ثم
تبعيش تعبير قصة إنسانية واحدة. تسير رئيسة المفاوضية الكريم للمبادرات والمبادرات الاجتماعية الشاملة لتحسين جودة الحياة على أرض مصر ولأهمية إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان والتي تتضمن Thank you.